لما بدأت بناء سلسلة فنادق الفور سيزون سنة 1961، ما كانش إيزادور شارب مؤسس السلسلة دي بيعرف شيء عن صناعة الضيافة، وكانت خبرته الوحيدة بس هي صناعة البناء، لأنه كان بيشتغل مع والده في الجبس. وبعد رحلة كفاح قضاها في صناعة البناء، أسس شركته فور سيزونز اللي تمتلك حاليا حوالي أكتر من 120 فندق ومنتجع في حوالي 32 دولة حوالين العالم. فازاي كانت بدايتها وازاي حقق إيزادور شارب النجاح ده كله؟ كل ده هنعرفه في الفيديو دوت. فما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. اتولد إيزادور شارب في 8 أكتوبر سنة 1931 في كندا، وكان والده من المهاجرين من بولندا، حيث استأجر عدة منازل خلال فترة شباب إيزادور اللي التحق بعدها بالثانوية العامة بمعهد ريلسون للتكنولوجيا، وحصل على دبلوم الهندسة المعمارية سنة 1952 ونال الميدالية الفضية للكفاءة الأكاديمية. وكان إيزادور بيقضي كل صيف في العمل بمطعم على الشط، وبعد ما اشتغل مع والده في مجال البناء بدأ إن هو يسير على خطاه، ولكن كانت خبرة والده تقتصر على ترميم المنازل وإعادة بيعها من أجل الربح كمستثمر عقاري، وده اللي جعل إيزادور ان هو يكتسب خبره في مجال اعمال البناء. وفي 25 من عمره طلب من احد اصدقائه ان هو يبني له فندق صغير في ضواحي المدينه، مكون من حوالي 14 غرفه يشبه المنزل الكبير. هنا استنتج ان انشاء فندق بوسط المدينه هيكون امر اكتر نجاح. طب تعال نروح لحياته الاجتماعيه شويه واوريك حياته الاجتماعيه كانت عامله ازاي. اتمكن إيزادور شارب بشخصيته المتفائله دايما بتكوين صداقات بسهوله مع الناس في شتى المجالات لقدرته خارقه على تحفيز الاخرين، وده اللي خلاه دايما ناجح الغاية في المبيعات والإعلانات والدعاية والترويج والسياسة وأي مهنة تتطلب إجراء مهارة الاتصال وفهم الناس، خاصة إنه كان دايما بيعتمد على الانضباط والتركيز كمفتاحين للنجاح علاوة على العمل الجاد والمثابرة. دي كانت الشخصية. طب إيه رحلته بقى مع شركة الفور سيزونز؟ كان إيزادور في فترة كان بيشتغل مع والده الصبح ويستغل الفترة بتاعت المساء في التواصل مع المستثمرين المحتملين لإقناعهم بفكرة مشروعه في مجال الخدمات الفندقية، ولكن بعد عناء شديد كانت بداية سعادته لما أخبر مقرض الرهن العقاري اللي كان بيشتغل معاه على تمويل مشاريعه السكنية ان هو هيديله 50% من قيمة مشروعه الفندقي لو إيزادور قدر يجمع ال 50% التانيين. وفي مطلع الربع الثالث من سنة 1958 اشترى إيزادور قطعة ارض بمنطقة الضوء الاحمر في تورنيتو، لان المدينة دي كان السعر فيها بتاعت الاراضي كانت منخفضة شويتين، وكان يقدر إيزادور ان هو يتحمل تكلفة الارض هناك. وهنا رأى ان ده برضو موقع كويس لقربه من الساحة الرياضية ووقوعه وسط تورنيتو. وسنة 1961 اسس إيزادور فندق متواضع من حوالي 125 غرفة بتكلفة أقل من $1,000,000، وهنا أطلق على الفندق دوت الفور سيزونز، وكانت دي محطته الأولى لأشهر العلامات التجارية الفاخرة في العالم بقطاع الضيافة. وتحت قيادة إيزادور شارب اتوسعت أعمال شركة فور سيزونز تدريجيا لتصبح من أكبر الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة في العالم كله. وفي مطلع الربع الثاني من سنة 1970 أسس إيزادور الفندق الثالث ليه في لندن بدعم من زوجته روزالي، واللي اتمكن وقتها من توسيع أعمال الشركة لحد ما أصبحت علامة الفور سيزونز التجارية مرادف الأناقة والخدمة الفاخرة جدا، وده اللي خلاها انها تتوسع حتى انها بتدير حاليا حوالي اكتر من 120 فندق ومنتجع سياحيا حوالين العالم كله، وبيشتغل فيها اكتر من 35,000 عامل. وبينسب إيزادور الفضل ده دايما الى والده في منحه الثقة بالنفس، وده اللي اعانه على تطوير امكانياته. فبيقول: لم يعرف والدي كلمات القاعدة الذهبية لكنه عاش بها، فكان يعلمني دائما القيم مش من خلال الاقوال بس، بل كمان من خلال تصرفهم معي. وخد جوائز كتير اذا كانت جوائز عالمية او محلية زي جائزة رواد الاعمال المتميز الدولية سنة 1999 وجائزة الخدمة المتميزة في إعادة التأهيل الدولي من الصندوق العالمي لإعادة التأهيل بنيويورك سنة 1999 وجائزة الرئيس التنفيذي للعام من مجلة فاينانس بوست سنة 1992 والجوائز الكتير التانية العالمية والمحلية والدرجات العلمية. ومازال مجموعة فنادق وشركة الفور سيزونز بتطور من نفسها وبتفتح فنادق ومنتجعات كتير في جميع أنحاء العالم. وبس كده يا رب أكون قلت لك كل حاجة عن الفور سيزونز. أنا شريف نبيل من موقع القيادي، سلام. وما تنساش تعمل بقى لايك وشير وسبسكرايب.